تستمتع عليها تحيا بأكثر مراحل في حياتها، فهي مستعدة لاحتضان طفلها الأول مع زوجها الممثل رانبي كابور. وقد أعلنت عن حملها عبر حسابها على موقع انستغرام، وذلك في 27 من شهر يونيو 2022، حيث تزوج الزوجان في 14 من أبريل 2022، وأقيم الحفل في فستو ببندرة بمومباي بعد أن كان على علاقة لمدة 5 سنوات. فمنذ حفل زفافهما كان الزوجان مشغولان بحياتهما المهنية، والآن وأخيرا قضت عليا ورنبير إجازتهما لبعض الوقت، وحاليا في إيطاليا، وذلك لمدة أسبوع تقريبا مع بعضهما البعض. هذا وقد شاركت عليا بعض الصور مع زوجها رنبير، وعلامات الحمل تظهر على بطنها، وشكرت معجبها عبر حسابها على مدى حبهم لفيلمها الذي تم إصداره مؤخرا. وللذكر، ففي هذه الأثناء على صعيد العمل تم إطلاق أول إنتاج لعليا تحت شركة إنتاجها، وتلقى ردود فعل إيجابية من ذلك الحين. وبصرف النظر عن هذا، فإن عليا تستعد لإطلاق سراح بهار مسطرة جنبا إلى جنب مع زوجها رنبير وأي المخرجي موني روي أميتاب باتشان إلى غير ذلك. Aliya ji, congratulations. Thank you. Thank you so much. Aliya ji, please.